بيرق الجريبيع بشويلم، والذي صرف له من الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن غفر الله لهم جميعا، والذي شارك بعدة معارك بتوحيد المملكة العربية السعودية، منها الرغامة ومنها السبلة ومنها الحرث ومنها الساحل شقري وضبة ومنها طلعمكم مال عمد. وكل هذا كل هذه المعارك شارك بها جريبيع بسويلم وجماعته الغضاولة من ولد سليمان بن عنزة، ولا زالوا محتفظين بهذه السارية نفتخر فيها ونعتز بأنها شاركت بتوحيد هذا البلد العزيز علينا، ولا زلنا محتفظين بهذا متوارثين من أكثر من 100 عام. حنا وأبنائنا والدنا وأبنائنا إن شاء الله من بعدنا. مواصفات العلم طال عمرك هذه السارية للعلم، والعلم لها أكثر من 100 عام، صرف للشيخ جريبيع بن سويلم رحمه الله عليه وجماعته الغضاورة، وشارك بالعديد من المغازي في جميع فتوحات المملكة العربية السعودية. استشهد رحمه الله عليه عواد بن مسلم الغضوري أول بيارجي حامل البيرق، اللي هو عواد بن مسلم الغضوري، ومن بعده استلمه ابن أخوه راضي بن مسلم رحمه الله عليهم الجميع. وهذا نعتبره فخر ورث لنا من الآباء الأجداد، لأن جدي جريبيع رحمه الله عليه وبعده والدي، نفتخر الحقيقة لأنهم شاركوا، وأصيب جدي جريبيع بن سويل بمعركة الحرث وأصيب بمعركة الرغامة إصابتين رحمة الله عليه، واللي توفوا من كثير غير البيارجي من ربعنا كثير استشهدوا رحمة الله عليهم الجميع، لأنهم سعوا إن شاء الله. والملك عبد العزيز خير للإسلام والمسلمين، ما هو لنا يا العرب، كل العالم إن شاء الله الحمد لله لحزوا خير من أثره، فهو الحمد لله ساندوا الملك عبد العزيز وبايعوه أول ما دخل الرياض. الآن شعب واحد وقبيلة واحدة من جنوب المملكة الغربها شرقها، وحنا اللي استفدنا وشيبانا رحمة الله عليهم أرثوا لنا هالإرث اللي حنا نعتز ونفتخر فيه ومورثينه لأبنائنا من بعدنا. الساري هذا هو طال عمرك هذه من الخيزران، الحرب الأخيرة هذه اللي عند يعني ما تكون المعركة ينصب العلم البيرق، وهذه طال عمرك طاسة العلم، وحط بعض الخطابات بعد والوثائق من الملك عبد العزيز يسلمها دارة الملك عبد العزيز للترميم، كل بعد حتى بعض الخطابات الأساس اللي من الملك عبد العزيز واللي من الراي موجودة موجودة، نعم نعم موجودة بالترميم.